يا هلا ويا ألف مرحبا. اليوم عندنا حلقة جديدة من برنامجنا أخبار النجوم، ونبتدي الحلقة مع ممثلة جدا متألقة وهي ديما بياعة. أكتر بالفضاء فهو ده رسام بيرسم رسم. ديما بياعة صرحت لنا بخبر أن عندها عمل، ولكن حيرتنا، عربي مصري خليجي ما عندنا أي علم غير أن هي قالت أن هالعمل بيكون سر. هذا العمل اللي هلأ عم تصوري عمل عربي مشترك؟ اي يا شو هو؟ ما في سر. شي حلو يعني خليجي عربي؟ لا 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 ميكس. لم يمنها الأول معروفة بأرتيستا، هي فنانة تشكيلية. فأرتيستا احنا ابتدينا كأرت جاليري اند ايفنت. قالت ان حلمها صعب بس الإرادة تسوي كل شيء، لذلك معرضها موجود هالسنة للمرة الثانية على التوالي. أرتيستا كانت حلم متحقق، طبعاً مش سهل لأنه في كثير صعوبات، وخاصة مع الظروف الوباء مرينا من ظروف كثير صعبة، بس بنتماسك وبنقول من نقطة نهاية بتكون نقطة بداية، وإن شاء الله بتمنى أنه أرتيستا يصير عندها سنوات وفروع في كل أنحاء العالم. ديما حايك تألقت في الدراما الخليجية بشكل جدا كبير في مسلسل الميراث، ونوجه تحية بالأخص للجمهور السعودي اللي كان يتابعها بشكل جدا كبير. أكيد مبسوطة كتير بتجربة الميراث لأن قدمتني للجمهور الخليجي السعودي بشكل خاص بطريقة كتير حلوة، وجمهور العربي عن جد. أنا بيجيني مسجات من كل الوطن العربي عم يحضر الميراث، وهي شيء كتير حلو أنه يعني توصل للدراما الخليجية لهذا المكان. أنا كتير مبسوطة، كتير سعيدة طبعاً بهذه التجربة، وأول سب أوبرا بالوطن العربي، فشيء كتير لطيف. وهاي نهاية حلقتنا لليوم متابعينا. سووا سبسكرايب للقناة وحملوا تطبيق نجوم من الأب ستور عشان يوصلكم كل جديد وحصري.